لكن النهارده بقى احنا الحقيقه محتاجين الاول، بس عايز قبل ما اتكلم في الاشتراكات، في جامع شيخ زايد، في جامع كبير، والتجمع في جامع كبير. اللي في حضراتكم يعني حابب ان هو يساهم، ده عمل خير، يساهم مع اداره النادي الماليه، ممكن يساهم بالنسبه للجامعين دولت، لان ده امر اعتقد نحب كلنا نساهم فيه. يعني زياده الاشتراكات بقى، احنا ما زلنا اشتراكاتنا الحقيقه ضعيفه للي انتم شايفينه، او قليله للي انتم شايفينه او اللي انتم لامسينه حضراتكم على الواقع. عشان كده مجلس الاداره في جلسته من جلستين او الجلسه اللي فاتت مش متذكر، مجلس الاداره خد قرار بانه زياده اشتراكات الشيخ زايد والتجمع من 250 الف جنيه ل 350 الف جنيه لكل. طبعا ده 250 ده شيخ زايد دلوقتي، و250 برضه بالنسبه للتجمع. الشيخ زايد هيبقى 350 والتجمع هيبقى 350 من 1/1/22 باذن الله. نرجو ان يعني اللي حابب يكون موجود من ضمن عائله الاهلي يتفضل اهلا وسهلا قبل هذا التاريخ يعني ان شاء الله.